السيناتور جراهام لينسي سيحظى بجوال جديد. السيناتور لينسي المعارض لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وممثل كارولينا الشمالية أخيرا يقوم بتحطيم جواله الكلاسيكي، سجل فيديو للحادث كاملا ومن ثم بثه عن طريق جريدة الاندبندنت بعنوان كيف تدمر جوالك مع السيناتور جراهام لينسي. بدأت القصة عندما قام المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2016 دونالد ترامب والمنافس لينسي بإعطاء الرقم الشخصي لجوال لينسي علنا خلال إحدى مخطباته الترويجية، وبالطبع أخذ بعضها المعسكران يتبادلان الشتائم والسباب وانهالت الرسائل على جوال لينسي، فقام بالرد من خلال الفيديو. Possible for you to call Fox. He's like begging me to help him with Fox and Friends. So I say, okay, and I'll mention your name. He said, could you mention my name? I said, yes, I'll mention. And he gave me his number, and I found the card. I wrote the number down. I don't know if it's the right number. Let's try it. I don't know. Maybe it's, you know, it's 3-4 years ago, so maybe it's an old number. So, I don't know. Give it a shot. ويقول نانسي بأنه غير متفاجئ بسلوك ترامب الذي يعبر عن شخص غير متزن، لكن ما كان باليد حيلة من القيام بما فعله بالجوال بعد أن عمم ترامب الرقم علنا. نرى في الفيديو نانسي يضع جواله في الخلاط ويضربه بمضرب البيسبول ويقطعه بسطور البيتزا ومن ثم يسكب عليه الريد بول. إلا أن هذا مضيعة للوقت، كان بإمكانه أن يسخر من تصريحة شعر ترامب المثير للضحك، وكان ليتجنب السخرية من عدم قدرته على التحكم بأدوات المطبخ وأن يكون مادة دسمة للسخرية رجل أهبل مثل ترامب. Or if all else fails, you can always give your number to the Donald. ولم يستطع المرشح والذي يترطح للرئاسة نفسه من التعليق على الحادثة، وتساءل إذا كان سيشتري جراهام آيفون أو أندرويد، فيا لثقالة دمك يا ترامب.